إلى الدكتور محمد مرسي، إلى أول رئيس شرعي لهذه البلاد، والذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لن يكون مصيرك أبدا كمصير محمد نجيب الله يرحمه، أول رئيس لهذه البلاد والذي ظلمه الشعب ونسيه سنينا طويلة. دكتور مرسي اطمن، أنت مش لوحدك، لنا لقاء قريب بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله غالب. سلاما سلاما بلا وداع، الآخرة أجمل من البلا ودار الصداع، الآخرة ما فيهاش الدعاء ولا قضاه بيعبدوا الجنرال، الآخرة فيها المصطفى واللي صدقوا من الرجال، فيها الخصوم هتجتمع، فيها العدالة المطلقة من غير قيود ولا بدلة حمرة ومشنقة، ولا القفص هيكون إزاز عشان ما نسمع لكش صوت، الآخرة ما فيهاش اعتقال ولا حبس فردي ولا سكوت، الآخرة ما فيهاش دكتاتور، الحل يومها هيكشف المستور ويقول لنا في إيه علينا وإيه عليك وإيه على اللي حكم وزور، الآخرة فيها الشهداء والصالحين، الآخرة فيها الشهداء والصالحين والقابضين الجمر في الزمن العجيب، ما فيهاش كمان أي التباس بين الشهود والمجرمين، ولا فيها ظالم، ولا فيها ظالم يتنصف ولا ندل موفور النصيب، ما فيهاش هناك تليفون يقول للقاضي كن أو لا تكون، ما فيهاش عساكر تظلمك تمنع عينيك من نور في السجون، ولا سلطة فاشية تعزلك غصب عنك وتجيب عيالك جنب منك في السجون بدون جريمة مؤكدة، الآخرة ما فيهاش العدالة مبددة. سلاما سلاما بلا وداع، الآخرة أجمل من البلا ودار الصداع. بعد 6 سنوات من الحبس الانفرادي رحل أول رئيس مصري منتخب، بعد 6 سنوات من الثبات على موقفه ها هو يحقق وعده والشرعية تمنها حياته، بعد 6 سنوات من الصمت بالإجباري والمنع من رؤية الأهل والأحبة، بعد 6 سنوات من الألم والمعاناة والنزيف لي والمصر وللأمة كلها من خلفه، رحل اليوم أول رئيس مصري منتخب، رحل الدكتور محمد مرسي إلى جوار ربي وعند الله تجتمع الخصوم، اختلفوا أو اتفقوا فقد عاش رجلا، ومتى رجلا يقف على قدميه لم يلين ولم يهادن ولم يقبل الدنية، رحل مقتولا مع سبق الإصرار والترصد، رحل مقتولا مع سبق الإصرار والترصد بالحبس الانفرادي والمنع من رؤية الأهل أو حتى المحامين. السيسي قتل مرسي مش مرة بل مرات، قتله بالغدر والطعن بالظهر، قتله بالتشفي والانتقام ومحاولات تلو المحاولات للإذلال، قتله بالإهمال الطب المتعمد والأكل الفاسد والهواء الملوث بالغدر والخيانة. الطعام الذي قدم لي يوم 21 كإفطار، هذا الطعام كان يمكن قبل أردته أن يؤدي إلى جريمة. هناك 5 أحداث في هذا الشأن بدأت منذ 3 أسابيع تمثل على المحكمة العامة للحركة والكلام تمثل 5 ضرائب بالنسبة لي، نقوم بهذه الضرائب الذي يرتكب تهديد مباشر وواضح بالنسبة لي والأيام هم بدأوا يلعبوا دلوقتي على الموضوع ده، لأن هو إذا ما وفر له الأنسولين يحرمه من الطعام، وإذا ما وفر له الطعام يحرمه من الأنسولين، وبالتالي
وبالتالي يبقى طول الوقت هو في عرضة يا إما السكر عالي جدا يا إما السكر واطي جدا. ده غير غيبوبتي السكر اللي في رمضان. السيسي قتل مرسي بالإهمال الطبي واللي حذر منه حتى نواب بريطانيون من أكتر من سنة بأنه سيؤدي لا محالة إلى وفاته. كان لازم مرسي يموت النهاردة في المحكمة مش داخل السجن. قتلوا السيسي بحبس صوته عن الوصول للناس لست سنوات كاملة. قتلوا السيسي بمنعه أن يقول كلمته لله ثم للتاريخ وهو أمر لو تعلمون عظيم. قتله السيسي كما قتل الآلاف في ربعة والنهضة والمنصة والألف مسكن والحرس الجمهوري وحلوان وكرداسة ومجلس الوزراء وفي السجون والمعتقلات والإخفاء القسري. قتله السيسي كما قتل الآلاف. قتل السيسي مرسي لتصلي عليه الأمة وتدعو له بالرحمة من المحيط للخليج. السيسي قتل مرسي يقينا لا يحمل شكا ولا تهوينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقه لمحزونون. ربح البيع يا دكتور مرسي والذي نفسي بيده. الله غالب.